صيام رمضان فقد جاء بورقيبة بمفتي تونس وقال له سأجمع لك العمال لتزيع عليهم فتوى لأنه لا داعي إلى صيام رمضان لأنه يقلل الإنتاج. وجاء المفتي واجتمع الناس في ميدان كبير بتونس وقال الرئيس بورقيبة إن صيام رمضان يقلل الإنتاج ونحن في حاجة إلى مزيد من الإنتاج. وها هو ذا فضيلة المفتي سيعرض عليكم فتواه فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وجاء المفتي ولما وقف امام الناس في الميدان قال لهم بسم الله وعلى بركة رسول الله ايها الناس اشهدوا الله وملائكته وحملة عرشه وانبياءه ان ابرقي إفطار رمضان مباح. وقف المفتي أمام المسلمين وقال أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع أنبيائه أن أبو رقيبة عدو الله كذاب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا كان هناك من يحاول ان يطفئ نور الله فان الله يأبى الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون.